السلام ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم أخواني المتابعين. أنا راح نجرب موتور الطاقة المتجددة المجانية. طبعا احنا هذه بطاريات اضطرينا نجمعها أساس ناخذ الطاقة اللي احنا نبغاها. فالآن راح نبدأ نشغل النظام كله باستخدام أول شيء البطاريات، بعدين حنشغل المولد، بعدين حنجرب الصاروخ. زي ما احنا شايفين الآن ما في كهرباء نهائيا. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ نظبط نركب المنظومة. شغلت المنظومة الآن، اعطتني الاضاءة اشتغلت. طبعا المنظومة احنا شايفين تعمل من هنا، مجرد ما طفيناها دخلت. الان راح نشغلها، اشتغلت المنظومة، هبدا يشتغل معايا النظام. حنطير بسرعة 3 كيلو. شغلنا النظام حقنا الان، عاد احتاج للبطاريات. اشتغل النظام عندنا ما شاء الله، الان طاقة مجانية متجددة. نبدأ اللمبات ما شاء الله، فاضي الان فاضي شويه تطوير بس، ان شاء الله تنطرح الاسواق.